السلام عليكم مرحبا بجميع التلاميذ الثانيه بكالوريا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اذا كما كتلاحظوا ف غادي نحاولوا نبداو واحد لو لايف اللي زوين بيان سيو غادي تلاحظوا بانه بزاف ديال المعلومات اللي دي تستافدوا منه بالنسبه لو لايف غيكون فيه الدرس ديال لو سيلاسيون ليبر ال سي اون سيري وهذا الدرس هذا ديجا بدينا البارتي الاولى ديالو اللايف الاول ديالو راه ديجا سجلناه في راه كاين في الانستغرام تقدروا انكم ترجعوا ترجعوا ليه وبالنسبه للبارتي الاولى هي هذه بارتي الاولى راه شفنا فيها لو سيركوي ال سي ايديال هاد لو سيركوي ال سي ايديال ديجا شفناه شفنا لي زيكواسيون ديفيرونسييل تعرفنا على لا بيريود بروبر كيفاش نحددو ليكسبريسيون ديالها تعرفنا على شنو مازال ها هي تازارو دو بي سي لي كونديسيون انيسيال ديال في و يو ماكس كيفاش نحددوهم مزيان من بعد شفنا لاناليز ديمونسيون ديال تي زيرو كيفاش نبينوها واش اوموجين افيك ان طون ومن بعد شفنا ليتود انرجيتيك هنا فين توقفنا توقفنا في هاد هالليز... ليتود انرجيتيك صافي دونك هاد ليتود انرجيتيك غادي نحاولو نبداوها ان شاء الله اليوم المهم آه ديجا توقفنا فيها غادي نبداوها وندوزو مباشرة ل ار ال سي هادي هي لابارتي كتجيكم صعيبة شوفوا غادي نشرحها لكم بواحد الطريقة بسيطة وغادي تفهموها ان شاء الله صافي بارطاجيو لو لايف مع صحابكم كلشي بارطاجي دابا يلاه باش, ن... باش نحاولو نبداو وواحد الملاحظة بالنسبة لشي نشوف في هاد لو لايف ثلاثة دقائق ولا خمسة دقائق ولا دقائق الأولى خاصة بـ إس في تي ولكن غنبداو بـ إر إل سي إس في تي راه مكاينش عندهم إر إل سي عندهم غير لو سيركوي إل سي إي ديال يلا بارطاجيو لايف باش نحاولو نبداو نبداو آه هاد اللايف آه هدا <applause> دونك غادي نبداو منين توقفنا في الحصة اللي فات عندنا ليتيود إنرجيتيك كنا شفنا لينيرجي طوطال كيفاش كتكتب يلا تبعو معايا كل شيء تبع معي دابا غادي نسد لي كومونتير وحاولوا تركزوا معايا دونك قلنا بان لي تي دي انرجيتيك بالنسبه لو سيركوي سي عندنا لي انرجي غادي نعاود نكتب هنايا ايتيد مازال ما ساليناهاش ايتيد انرجيتيك دراسه طاقيه شنو شفنا في هاد لي تي دي انرجيتيك شفنا بان لينيرجي الكتريك ماغازيني دون زان كوندونساتور كتكتب على هذا الشكل غادي نعاود نكتبها هنا دونك لينيرجي الكتريك اللي كاينه في الكوندونساتور كتكتب على شكل واحد على جوج سي او كار او او e كاري فوا كوسينوس دو بي سور تي زيرو تي او كاري بالنسبه هذه بالنسبه للكوندونساتور بالنسبه لابوبين ها هي بالنسبه لابوبين هي هذه لينيرجي مانيتيك

إذن اذا الى بغينا نتخصيو لو غراف ديال هاد لي زينيرجي غادي نحاولو نرسمو هنا في الجنب دونك نديرو ليه بحال هاد الشكل يلا نتابعو معايا دونك بالنسبه لهاد لي تي غادي يكون هنا عندنا لينيرجي كتكون بالجول ولا بالميلي جول هنا لو طون ديما ردو البال في الامتحانات الوطنيه راه ملي يعطيكم الانرجي شوف ليا هنا لينيتي شنو فيها واش الميلي جول ولا الجول هنا لو طون واش سكوند ولا ميلي سكوند راه عندك دير كلشي يكون عندك صحيح وتنزع لينيتي وتلقى لي زابليكاسيون نيميريك خ... خاطئين دونك الا بغينا نحاولوا نمثلوا هاد لينرجي الكتريك ومانيتيك او توتال غادي نبداو بلي نبداو في لانتان في لانستون تي زيرو مثلا نقولوا لهم سيدي ا تي ايغال زيرو شنو غادي ندير؟ في ان تي كالا ان غنعوض فيما لقيت يجب نعوضها نقول دونك الامر يجب في ملقى تي كالا شنو غادي تساوي غتساوي واحد على جوج ان غادي نحاولو نجاوبو عليها انا بسرعة. دونك هاد شنو غتساوي واحد على جوج او كوسينيس ديال فوالا دونك كوسينس زيرو شحال هو واحد دونك هادي كتساوي واحد على جوج سي او -E او -E كاغي إذا هادي غادي تساوي أن سيغ دو سي او -E او -E كاغي يعني كتكون فواحد لا فالوغ لي هي ماكسيمال نجيو لينيغجي مانيتيك هادي دوزناها نجيو أسيدي لينيغجي مانيتيك لينيغجي مانيتيك واحد على جوج سي او كاغي سينوس ديال زيرو شحال هو سينوس زيرو هو زيرو دونك لينيغجي مانيتيك فلانستون زيرو كتساوي ليا زيرو هادي أتي إيكال زيرو دابا نشوفو أتي إيكال أتي إذا تي زيرو سيغ كاطخ غتقولي أستاذ علاش خديتي بالضبط تي زيرو على 4 وخا غادي تعرفو علاش وكتعطى بزاف في الإمتحانات دونك غادي نعوضو دابا في لانستون تي شحال كتساوي تي زيرو غادي نساوها هي واحد على جوج سي او كاري راه كنخدم معاكم دابا راه ما تلقاو فشي لايف اخر راه تلقاو شي واحد يتراسي لكم لو كراف هكا ويدوز انا لكم منين يعني ممكن تلقاو امتحان ويطلع تراسي الشكل هذا غير لي دونك معايا مزيان فلانستون تي كتساوي تي هنا غادي نعوضوها دونك واحد على او كاري بي تي هاد تي

بالنسبه لينيرجي مانيتيك غادي نحاولوا نجاوبوا عليها هنايا في هاد الورقه دونك لينيرجي مانيتيك ها هي غادي نديروا ليها واحد على جوج سي او او سينوس ديال, ديال ديال دو دي بي تي زيرو هاد تي نعوضها بتي زيرو سور واحد تي زيرو مع واحد تي زيرو وغادي نمشي لنا واحد جوج هنا عندي هاد ربعة هي جوج في جوج تمشي واحد جوج مع جوج تبقى لي بي سيغ دو دونك كتبقى لي واحد لا جوج سي او كاغي سينيس او كاغي زيد تي زي بي سيغ دو بي سيغ دو او سينيس بي دو هو واحد دونك هادي كتساوي ان دومي سي او او كاغي إذا هنا لي نرجي في تي زيرو سيغ كاطر شحال كتساوي كتساوي سيدي ان سيغ دو سي او او كاغي مزيان دابا عندي كل شيء باش نمثل كل شيء كاين عندي تبعو معايا مزيان من نجي نمثلو لينا الكتريك في لانستون زيرو هنا عندي زيرو في لانستون انيسيال شحال كتساوي كتساوي هاد لا هادي هادي ها هي غادي نكتبها ليكم هنا كتساوي لينا لا فالوغ ماكسيمال هي واحد على جوج سي او او كار يعني لو غراف هادي ليا من هنا غادي نبدا من من هنا والفونكسيون كيفاش دايره فيها سينوس دونك فونكسيون سينوسويدال يعني غادي ندير الا بغينا نمثلو بالنسبه للانرجي الكتريك فهاد الحاله هادي غتمثلها بحال هاد الشكل هاك متفقين دونك هادي هي الطريقه باش غادي نمثلوها هادي لا فالور ماكسيمال مزيان نجيوا سيدي لينيرجي مانيتيك منين كتبدا هاد لينيرجي مانيتيك كتبدا من الزيرو في لانستون تي ايغال زيرو ولا كتساوي زيرو غادي يعني نبداو من هنا وكيفاش غادي نبداوها غادي نبداو بيسكو فيها السينوس وهادي الكوسينوس بجوجهم دونك كتكون فونكسيون سينوس ويدال غير هادي متعاكسه لان يعني هادي تبدا من الزيرو وفي لانستون تي زيرو سور 4 خاصها تكون ماكسيمال واخا نتلاعب هو الاول

لاحظوا معايا في لانستون تي زيرو سيغ كاتخ كيفاش دايرة لينيرجي مانيتيك كيفاش دايرة كتلاحظوا بأنها واخدة لا فالوغ ماكسيمال واخدة شحال واخدة أن سيغ دو سي أو كاغي هادي بالنسبة لينيرجي مانيتيك وبالنسبة لينيرجي إلكتريك لي بالأحمر كتساوي زيرو وراه هادشي لي لقينا هنايا فعلا وبالنسبة لينيرجي طوطال كاين لي يقولي أستاذ لينيرجي توتال حنا شحال كتساوي لينيرجي طوطال كتساوي واحد على جوج سي أو كاغي يعني هنا لينيرجي طوطال توجور إلي كونستونت ما كتغيرش يعني الا بغيت نمثلها غادي نطلع لكم شي لون اخر ناخذ مثلا هذا اللون هذا كتكون ديما كونستانت هي هذه هذه هي لينيرجي توتال لينيرجي توتال صافي توجور لي كونستانت علاش استاذ راه كونستانت لان خدامين فواحد لو سيركوي ال سي ولو سيركوي ال سي ما كاينش فيه دي ريزيستانس دونك هنا شنو غادي نقولوا ليهم شنو كيوقع هنايا لاحظوا معايا الا كانت لينيرجي ديال الكوندونساتور ماكسيمال فراني مانيتيك كتكون مينيمال ديما متعاكسين الا كانت وحده ماكسيمال الاخرى مينيمال يعني ملي كي ملي كيكون الكوندونساتور مشارجي ماكسيمال فرا لا ما كيكون عندها والو شنو كيدير هذاك الكوندونساتور كيدي شارج هذيك لينيرجي ديالو فين كتمشي كتمشي لا ها هو المونتاج دونك هاد لينييرجي لي كاينه عند عند الكوندونساتور كديها لابوبين حتى هكا تدي عاوتاني كتعطيها للكوندونساتور الكوندونساتور كي ملي كيتشارجا كيعاود يعطي لينييرجي لابوبين دونك داكشي علاش كنحصلوا على واحد لا فالو ماكسيمال مينيمال ماكسيمال مينيمال بين لي دو زينيرجي لي كنهضروا عليهم مزيان دونك هنا شنو نقولوا نقول لهم هنايا كونكليزيون دونك لينييرجي شنو هي لينييرجي الكتريك ديال الكوندونساتور الكتريك du condensateur se transforme, se transforme, z, se transforme en énergie magnétique, en énergie magnétique, magnétique, dans la bobine, dans la bobine. فوالا دون لابوبين وبالتالي هنا شنو كيوقع الا كانت لينرجي الكتريك مينيمال فرا لينرجي مانيتيك راه كتكون ماكسيمال هذه اللي خصكم تكونوا عارفين صافي مزيان وهنايا بصفه عامه بصفه عامه انا نعطيكم هنا واحد لا رومارك زوينه وعقلوا عقلوا عليها بصفه عامه الا عندنا واحد لو سيركوي ال سي هذه خدوها من عندي سيركوي ال سي الا ال <ım Laser> <ير Liberty> <مدمر voila> كان عندكم سيركو ال سي فراه كيعني ان لا ريزيستانس انترن ديال لابوبين كتساوي زيرو هادشي كيعني بان لينيرجي توتال توجور اي لي كونستانت ثابته هادشي كيعني بان لا ديغيفي لا ديغيفي ديال لينيرجي توتال سور تي تي راه كتساوي لنا زيرو دونك فهاد الحاله كنقولو بان هي ان كونسيرفاسيون دو لينيرجي كاين عندنا واحد الانحفاظ ديال الطاقه الكهربائيه صافي متفقين دونك هنا الا عندكم سيركو سي في شي تمرين هادو راه كلهم صحاح تقدروا تخدموا بهم فوالا voilà. دابا كملنا السيركوي ال سي دابا شنو غادي ندوزو غادي ندوزو لي سيركوي ار ال سي هو لي كيبرزط بعد التلامد ولا غادي نحاولو نبداو ان شاء الله دابا صافي مزيان دونك بالنسبة لو سيركوي ار ال سي هو هدا كيما كتلاحظو نجيو نشوفو لا ديفينيسيون ديالو باش تفهمو مزيان وفي نفس الوقت غادي نحاولو نمشيو نشوفو هاد لو سيركوي هدا شنو كاين فيه تخي بيان دونك هدا راه خاص باش

ان هاد لابوبين عندها لا ريزيستونس ديالها اللي هي ار اي دو كونديكتور اوميك وكاين عندنا لا ريزيستونس ديال كونديكتور اوميك يعني هنا لي ريزيستونس كاينين بالنسبه لو هو هذا اللي نحاول نسمو هنا عندنا لا ريزيستونس ار هنا عندنا الكوندونساتور وهنا عندنا لابوبين عندها ال عندها لا ريزيستونس انترن ديالها مزيان نفترضوا ان لو كورون كيدوز فهاد لو سيركوي فهاد لو سونس هذا هو لو كورون دابا نمثلو لي طونسيون باش نخدمو بهم دونك طونسيون او سي غادي يكون بحال هاد الشكل ديما كيكون متعاكس مع لو كورون ديما هادي الطريقة ديال الخدمة في الوطني ولا في الامتحانات عطاكم الشكل هاكا بقاو تخدمو تخدمو عليه هدا هو او ال دونك لو كورون غيكون هنا هدا هو او ار فوالا شتي ملي ديرو هاكا متخافو تا شي حاجة

هادشي راه ساهل راه الا عقلتو على هاد لي زيكواسيون هاد هاد كل حاجه المعنى ديالها من الدرس ديال اكس و اكس ان راه يجيكم ها توظفوهم هنا صافي هادشي لا ديرو هاني لقيت دابا يو ال دابا يو ال عندي مشي ل يو ار ها يو ال لقيتها مشي ل يو ار اشنو كتساوي يو ار سولون لو دوم هي ار فوا اي اي شنو هي ها هي اي دونك غادي نديرو ار فوا سي دي دو يو سي

دي دو يو سي سور تي تي هذه كامله راه هي او ال نجيو دابا ل او ار ها او ار عندي هنايا بلس ار سي دي دو يو سي سور تي تي هذه دابا هي او ار شنو بقى لي بقات لي هاد يو سي بلس يو سي اذا زيرو مزيان ملي نوصلوا هاد لي طاب هادي شنو غادي نديرو دابا عندي هنايا لاحظوا معايا عندي هنايا هاد عندي هنا ار سي

ر بليس بتيت سي غير هادي وعملت بها بيها الآن راه كلشي واضح مزيان هاد ال سي ما ما ندير نقسم على ال سي غاتولي عندي هنايا لاديغيفي ديال أو سي سيغ دي تي كنساها قسمت هنا على ال سي شنو غادي يولي عندي؟ عندي هنا ار

هادي ديال ار ال سي نقارنوها مع ديال ال سي اللي درنا الحصه اللي فاتت هنا هي هاي قارنوا لي هادي مع هادي نديروا نديروا ها هي نقول لكم علاش ديروا لا كومباريزون بين هادي وهذه ها لا ديغيفي ها هي لا ديغيفي ها هي واحد على ال سي او سي ها هي واحد لا ال سي او سي يوحدي. شنو اللي زايد زايد هذا لو تيرم هذا المصيبه هذا هو اللي مبرز هذا هو اللي مبرصط ليكواسيون برزط كلشي وهذه نهضروا عليه عقلوا عليه هذا لو تيرم الا جا الله حيدنا هذا راه غادي نطيحو في لو سيركوي ال سي اللي ساهل اللي هو ال سي ايديال مزيان هذا آه نديرو ليه بحال هكا حتى نوصلو مزيان لا سوليسيون كاين اللي يقول لي استاذ واش كاين شي سوليسيون بحال هادي لا لا سوليسيون هنا معقد بزاف ما كاينش عندكم هناكم من شي حاجه سميتها لا سوليسيون فوالا دونك دابا شنو غادي نديرو غادي نمشيو نشوفو لا كورب دو فارياسيون يعني الشكل يعني كيفاش هاد التغيير هاد هاد الى جينا نمثلو لا فونكسيون فهاد الحاله كيفاش غادي يتغير دونك غادي نوريكم انا غير كيفاش التغيير انا باش ندخل في التفاصيل هنا لان ما عندناش لا سوليسيون ديالها دونك الى عندي هنا يو سي وهنا عندي لو طون فا الى بغيت نمثل هاد لا فارياسيون ديال ديال هاد يو سي اون فونكسيون دي طون فراه كتكون بحال هاد الشكل لاحظوا معايا شنو كيوقع على التذبذبات هاد لي زوسيلاسيون غاديين وكي كيوقع لهم ما يسمى بالخمود بالعربي كنقولوا خمود التذبذبات لا دي زوسيلاسيون وشنو السبب ديال هاد لامورتيسمون دي زوسيلاسيون شنو السبب ديالو هو هذا هاد لو تيرم هذا كي هاد لا ريزيستونس فيما لقيتو لا ريزيستونس كتستهلك لينا الطاقه دونك بما انه كتستهلك لينا الطاقه فلا ما كنحافظوش على هاد لينيرجي هادي يعني كتضيع لينا وبالتالي ملي كتضيع لينا كنحصلو على هاد لي زوسيلاسيون زيد 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 حتى زي كضيع لينا الطاقه حتى كنوصلو للزيرو وهادو كيتسمى لو ريجيم بسودو بيريوديك كنهضروا على هاد لو ريجيم من بعد كيتسمى ريجيم بسودو بيريوديك غادي نجيو ليه دونك إيه. هنايا السبب ديال هاد الفقدان ديال الطاقة قلنا هو Donc, هاد لو تيرم غنديرو بحال ما هكا باش منخلطوش الأمور دونك هاد ار بليس ار سيغ إل دي دو إي سي سيغ دي تي هدا هو المسؤول على ياش مسؤول على لامورتيسمون إلا راه كيسولكم بزاف على هاد لاكيستيون لاموختيسمون كيقول لكم شكون السبب ديال الخمود ولا شنو كيوقع كتقول لهم لاموختيسمون دي زوسيلاسيون هاد لو تيرم اذا حنا بالنسبه لينا الا بغينا نخدموا بشكل عادي خصنا نحيدوا هاد لو تيرم هذا غادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا معاه صافي مزيان فحد الان كنظن راه هادي طايت مزيان ما خليت والو دابا نمشيو لليتود انرجيتيك ونشوفوا هاد لو تيغم كيفاش داير عباره عن ماذا وكيفاش نقدروا نحيدوه هاكا وصلنا باج واخا نسولكم بعدا واش فاهمين واش الامور واضحه غادي ناكتيفي لي كومونتير واش كاين شي سؤال واش الامور واضحه في حد الان فين توقفنا دابا هنايا واش هادشي واضح كي جاكم هذا الشرح واش هو هذاك يلا باش نمشيو لليتود انرجيتيك يلا لو واضح الامور قولها لي قولها لي في لي كومونتير كما ناعسين بان ناعسين شويه يلا ليه؟ ليه اللي اللي جات الامور واضحه قولها لي اللي ما فهم شي حاجه يسول راه هادشي ما تلقاوش لي لايف الاخرين راه اللايفات الاخرين راه يدوز لكم الدرس و, و... ويدوز صافي ما عادش يسول لكم انا كنحاول نسولكم لكم عندكم شي مشكل باش نجاوب على لي كيسيون ديالكم دونك <applause> غادي نمشيو دابا لي تي لا كلشي واضح غادي نمشيو دابا لي تي دي بالنسبه للدراسه الطاقيه يلا تبي معايا هاد الدراسه الطاقيه هي اللي الا فهمتوها غادي تفهموا شنو كيوقع في هاد ار ال سي يلا تبي معايا دونك غادي نسد لي كومونتير باش تركزوا معايا يلا دونك بالنسبه لهاد لي تي عندنا كنعرفوا ان لينيرجي طوطال شنو كتساوي كتساوي لينيرجي الكتريك بلس لينيرجي مانيتيك ديال لابوبين وديجا شفنا بان في هذه لينيرجي توتال ان هذه غادي يعني نعاود نذكركم هذه راه شنو كتساوي كتساوي لينيرجي الكتريك كتساوي ان سيغ دو سي او سي او كار وهادي راه هي لينيرجي مانيتيك واحد على جوج زيد شوفو انتبهوا معايا ال اي ماجيان ال اي او كار Très bien.

هذيك أه... لي صافي اذا هذه نمشيو نحسبوا لا ديريفي نشوفوا شنو غادي يوقع اذا الا بغينا نحسبوا لا ديريفي وتبعوا معايا مزيان هنا غادي نديروا لا ديريفي دي لو توتال سور دي تي ها هي ها هي غادي نمشي معكم عفوا <كتصفح> غادي نمشي معكم بالخشيبات شويه بشويه تبعوا معايا ها هي انرجي توتال هي هذه نديرو لا ديريفي شنو كتساوي هي لا ديريفي ديال انرجي الكتريك بلس لا ديريفي ديال انرجي مانيتيك سور دي تي ما تخربقوش نديرو هادي بحال ما هكا صافي مزيان يلا نعوضو كل حاجة بوحدها هادي راه هي هادي هنا نديرو لاديغيفي ديالاش ديال واحد على جوج سي او سي او كاري بلوس لاديغيفي ديال هادي دي سوغ دي تي لينرجي مانتيك هي واحد على جوج ال اي او كاري فين هما لي كونستونت هنا هادي راه كونستونت وهادي كونستونت نقدرو نخرجوهم لاديغيفي عندناش فيها مشكل غادي نحل نخرجوها تولي واحد على جوج سي زيد لا ديريفي سور دي تي ديال اش ديال او سي او كاري غنشتقو غير هادي بوحدها بلوس واحد على جوج ال سيت اون كونستانت غنخرجوها واحد على جوج ال كتبقى لا ديريفي ديال ديال اي او كاري مزيان شتي ملي كديرو بحال هادشي راه والله ما تلقاو مشكل صافي متفقين دابا نجيو نشوفو لا ديريفي كيفاش غادي نديرو ليها صحاب في هذه عمرات حيدوها ما عندنا ما نديرو بها شي خاوية يلا تبعوا معايا راه غادي تفهموا عاد معايا الخاطر ان شاء الله كلشي غادي يمشي فاهم وفرحان ومهني من هاد المشكل ديال لي ديغيفي دونك الى عندكم الى عندكم هاد لا ديغيفي راه تبع معايا اول حاجه باش نوضحوا الامور راه في الرياضيات كديروا لا هي هادي اكس بريم في الفيزيك راه كنديروا مثلا دي دو اكس سيغ دي تي متفقين في الميكانيك في بعض الاحيان تقدروا تلقاو اكس بوان اكس بوان هي المشتقه الاولى الا لقيتو اكس دو بوان هي المشتقه الثانيه دونك ملي كنهضروا على الفيزيك ولا الماط راه غير الرموز اللي كيكون مدينا من القواعد راهم بحال بحال مزيان دونك هذه الا بغينا نشتقوها بغينا نشتقو سيدي هادي كنديرو دي سيغ دي تي ديال او سي و كاغي تبعو معايا مزيان هاد جوج كنزلوها كن كنزلوها لتحت كتولي جوج هاد او سي كنخرجوها كنديرو دو او سي و عاد كنديرو لا ديغيفي ديال هادي دونك كنديرو دو او سي عاد كنديرو لا ديغيفي ديال هادي هي دي دو او سي سيغ دي تي صافي مزيان نطبقوها طبقوها لي على هادي دونك دي سيغ دي تي اي او كاغي شنو غنديرو جوج هادي نزلوها تولي جوج هاد اي غنخرجوها من, من الاشتقاق وعاد نشتقو هادي كنديرو بحال هكا إيه دي دو اي سيغ دي تي صافي ملي نحلو هادي تعوضوها انا صافي هادي تهناو يلا تبع معايا نجيو عندنا قلنا واحد على جوج سي لا ديغيفي ديال هادي ها هي هنايا نعوضوها هي جوج اي سي دي دو اي سي سيغ دي تي بلس

متافقين مزيان هنا شنو يبقى ليا تبقى ليا ال فوا اي دي دو اي على دي تي مزيان انا عندي هنا دو وهنا عندي دو دي دو اي سي هنا عندي دي دو اي هادو ديما مخاصمين خصني نقادهم يا اما كلشي نرجعو اي سي ولا كلشي نرجعو اي الى عقلتو في الفقره اللي فات كنا خدامين ب اي سي كلشي خدمنا هنا ب اي سي دونك حنا كنعرفو ان هاد اي هادي انا وريتها عليكم قبيله هاد اي راه هي دي دو كي سور دي تي اللي هي سي دي دو يو سي سور دي تي يعني فين ما كانت ان عوضها بهذه نزيد سيدي سي يو سي هادشي راه تقدروا تقدروا تختصروا راه غير انا غادي معاكم شويه بشويه دي دو اس سور دي تي هادي ما عندناش فيها مشكل بلس ال ها اي اي باش نعوضها بهادي سي دي دو يو سي سور دي تي تي هادي راه هي هادي قالت لي لا ديغيفي ديالها اذا هادي شنو هي لا ديغيفي ديالها شفناها قبيله وقيله آه نكذب آه ها هي ها هي لا ديغيفي ديالها اذا هاد لا ديغيفي هادي باش نعوضوها نعوضوها بهادي مضروبه في سي دي دو يو سي سور تي تي كار صافي دونك ما درت حتى شي حاجه هنا غير عوض هادي خليناها كيما هي ال ها هي هاد اي هي هادي ولا ديغيفي هي هادي دابا شنو غادي نديرو يلا تبعا معايا في نظركم شنو نديرو تلاحظوا معايا واش ما كتلاحظوش ان عندنا هنا سي وعندنا هنا سي وهنا لا ديغيفي وهنا لا ديغيبين نقدروا نعملوا غادي نديروا سي نعملوا بالسي دي دو او سي سيغ دي تي دونك الا عملت بالسي دي دو او سي هنا ايش يبقى ليا تبقى لي غير او سي بوحدها وهنا شنو غادي يبقى ليا هاد السي راه عملنا بها مشات هذه كلها مشات هتبقى لي ال سي تبقى لي ال سي ولا ديغيفي سكوند فوالا الى وصلنا هنا راه مبروك عليكم راكم ساليتو تقريبا ما والو بقى شي حاجه قليله ونحاولوا نساليو مزيان اذا الى جينا لهاد المرحله هادي لاحظوا معايا هاد ليكواسيون الشيء هادي تعاودوها غير جوج مرات ثلاثه تفهموها صافي ما تلقاوش مشكل في الامتحانات لاحظوا معايا هاد ليكواسيون هادي ليكواسيون ديفيرونسيل بيان سور آه نشوفوا هنايا هاد لو تيرم هذا قلبوا لي عليه هنايا فين كاين ها اي سي ها ال واخا نمشي معاكم غير بشويه انا عزيز عليا نمشي بشويه لينا هاد لي هاد لي كواسيون ديفيرونسي راه هي نيت هادي غنعاود نكتبها لكم هنا باش نخدموا عليها ال سي دي دي في يو سي سور دي تي كاري بلوس سي دي دو يو سي سور دي تي ار بلس ار بلس يو سي كتساوي زيرو هادي غنقلتها هنا سير حيد عليها هاد الورقه مزيان لاحظوا معايا هذا هاد ليكواسيون ديفيرونسين نشوف واش كاين شي علاقه بينها وبين هادي او سي ها هي ال سي لا ديريفي ها هي اذا الى حولت هذا لهاد الطرف غتولي على هذا الشكل ال سي ها ديريفي ديال او سي سير دي تي بليس او سي كتساوي هادي اللي حولتها هنا تولي هي موان سي دي دو او سي سير دي تي ار بليس ار صافي اذا هذا هاد تيرم هذا اللي عندي هنا راه هو هذا اذا بما انه راه هو هذا نقدر انني نعوض هذه نعوضها بهذه اذا نكملو هنا شنو غادي نديرو نديروا سي دي دي يو سي سور دي تي تي هذا الشيء اللي بين الاقواس هو هذا نعوضو بهذه كاين عندي واحد الموان ها هي نكتبها لكم هنا كاين عندي واحد سي ها هي واخا نخليوها سي نديرو سي دي دي يو سي سور دي تي تي ار بلس ار مزيان برافو عليكم اللي متبعين معايا حتى لهنا الى وصلتوا حتى لهنا راه ما عندي ما نسالكم نكملوا غير بشويه وغادي غادي تكملوها وتهناو منها وتفهموها بدقه واحده يلا دونك هنا شنو كنحسبوا كنحسبوا لا ديريفي ديريفي ديال او توتال سور دي تي ها فين كتبتها لكم هنا مزيان دونك هنا هاد الموان نخليها سي فوا سي شنو كتمثل ليا هي سي او كاري

عندي اي كتساوي فو دي سي فوا دي دو سي صير دي تي هادي اي دونك انا الا بغيت اي او كاري شنو غادي تساوي اي او كاري هتساوي سي او كاري فوا هاد لا ديريف صير دي تي تو او كاري واش ما كتلاحظوش بان هادي هي هادي لا ها ديريف ها هي سي او كاري ها هي اذا هادي نقدر هادي كامل نعوضها ب اي هادي اللي عندي هنا نعوضها باش باي او كاري نقدر نعوضها نعوضها باي او كاري دونك شنو غادي يولي عندي هنا يولي عندي موان هاد ار بلس ار فوا اي او كاري احنا حسبنا لا ديغيفي دونك هادي هي دي دو او توتال سيغ دي تو نصبح حنا كنقلبو عليها هاد لا ديريفي هادي واش كتساوي زيرو لا استاذ ما كتساويش زيرو اذا شنو كتساوي الى انفيريور ا زيرو علاش انفيريور ا زيرو لقينا الموان هنا دونك هنايا شنو كيوقع هنا دونك لينيرجي توتال الفا ديميني كتنقص دونك لينيرجي توتال ديميني علاش كتنقص لينيرجي توتال شكون اللي كيسبب هاد النقصان هما هاد لي ريزيستونس هما اللي كياكلوا لينا وكيستهلكوا الطاقه دونك الا كانت لينيرجي توتال ديميني شنو غادي يوقع لهاد لوغ هاد لا فارياسيون ديال لينيرجي اللي شفنا قبيله هادي شفنا قبيله بان لينيرجي توتال كونستانت اذا هادي نحاولوا نرسموا بحال هذا ولكن نشوفوا شنو غادي يوقع دونك غادي ندير لكم مثلا انا درت غير لان ما ما عندناش لا سوليسيون انا غير نسمي لكم كيفاش غادي يكون دونك غادي تكون بيان سور لينيرجي مانيتيك ها هي بالزرق هنايا ديما كتبدا من الزيرو غتكون بحال هذا الشكل لينيرجي مانيتيك كتكون بحال هكا تقريبا علاش هنا كتنقص راه شرحنا قبيله عندنا واحد الريجيم بسودو بيريوديك السبب انه لا ريزيستانس هاد لا ريزيستانس الانرجي هي اللي كتسبب لينا هاد النقصان كيكون لاموغتيسمون ديال لي زوسيلاسيون هادي لينيرجي مانيتيك دابا غادي نمثلو لينيرجي ديال الكتريك اللي كاينه في الكوندونساتور هي هادي دونك هادي هي لينيرجي الكتريك دابا الى غادي نمثلو لينيرجي توتال تقريبا غتكون بحال هاد الشكل غتكون هنا لا فالور ماكسيمال انا غير مرسم الشكل مزيان غتكون بحال هكا لينيرجي توتال هي هادي غتكون هادي هي لا فالور ماكسيمال هي 1 سور دو سي او كاري وشنو كيوقع لهاد لينيرجي توتال غادي وكتنقص راه اصلا بينا ماتيماتيكمون غادي وكتنقص وبالتالي هنا كيكون عندنا الضياع ديال لينيرجي دونك هنا السبب ديال الضياع ديال هاد لينيرجي هادي Où est le terme? Donc, en angle long, le terme, le terme R plus R sur L, D de UC sur TT, euh, quand cela aide le terme à l'éternalité, le head. Donc, le head d'Eda, ou ce que c'est pour l'énergie, est, est le et responsable est responsable à... لاموختيسمون هو اللي كيسبب لينا لاموختيسمون الخمود فوالا راك شارح لكم الدرس ديال ار سي بلي ديتاي ديال لي ديتاي طيب. ما كاينش ريزومي شارح لكم الدرس بلي ديتاي فوالا دونك دابا الحل شنو هو الحل الحل هو خصنا نطيروا ل... هاد ل... هاد ل... هذا ل... 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 العجب هذا هاد لو تيرم هذا اللي كيسبب لينا لاموختيسمون خصنا نحيدوه كيفاش غادي نديروا نحيدوه هادشي اللي غادي نشوفوا في الفقره الاخيره ديال الدرس دونك دابا غادي نسالي معكم الدرس الفقرة الأخيرة ديال الدرس باش نتهناو من يعني هاد المشكل كنديرو لونتخوتيان ديال لي زونسيلاسيون لونتخوتيان يعني صيانة التذبذبات هادوك التذبذبات اللي غاديين كينقصو باش نتفاداو هاد المشكل كنديرو الصيانة كنقادوهم كيفاش كتقادوهم نحيدو هاد الأوراق باش نرزطوكم

il faut apporter au circuit la même quantité d'énergie que le générateur de tension. Had le générateur de tension a sorti le circuit 20 joules. Il a donné, par exemple, 100 joules. à cause de la résistance, il a générateur le générateur lui a donné 100. Il a sorti le circuit 100 joules. Il a dit que si le KDF la résistance كيخص داك لو جينيراتور يعطيه لينا ملي كيعطي كي لينا هذاك لو جينيراتور ما كيلقى ما كيلقى مش مشكل هذاك الشيء علاش زدنا في هذا لو سيركوي واحد لو جينيراتور الا لاحظتوا هذا لو سيركوي ديال قبيله ما كانش فيه جينيراتور دابا لا دابا زدنا لو جينيراتور اذا غادي نعاودوا نفس الخدمه غادي نديروا ليكواسيون ديفيرونسييل ولكن في هذا لو كاع هذا غادي نخدموا بهذا لو جينيراتور هذا صافي اذا هنا لو جينيراتور كيعطينا واحد لو طونسيون وهنا عندنا لو سونس دو كورون باغ اكزومبل هو هذا

de la tension du générateur qui est appelée par définition que K fois I K est la constante fois I est l'intensité de courant et nous savons déjà que c est. c est fois du du sur dt nous la répétons K fois c du du sur dt ça se voit bien maintenant nous allons la répéter l'équation différentielle donc nous concernant l'équation différentielle UL qui est déjà présente nous la répétons

وشنو يساوي هاد العجب يساوي لنا اي جي اي جي هي هادي ديال الجينيراتور غادي نكتبها هنايا مابقاش لي سباس هي كا فوا سي دو دو يو سي سور تي تي صافي مزيان اذا شنو غادي نديرو في هاد المرحلة غادي نعزل هاد يو سي هي بوحدها نخليها تجي بلوس غادي نخلي غادي نخلي هادي حتى هي بوحدها هنايا بلوس هادي هاد هاد لي تيرم هادو لاحظوا معايا هنا عندي آه واخا نمشي معاكم غير بشويه قلنا هادي حطيناها هنا هادي حطيناها هنا هادي وهادي نخليهم كيما هما نقدروا انا نجمعهم هنا عطونا سي دي دو يو سي سور دي تي فاكتور ار بلس ار هاد لو تيرم هذا نحولوا الطرف يولي موان كا سي دي دو يو سي سور دي تي ايغال زيرو نزوم لكم واحد شويه Ça fonctionne un bien. donc on va mettre le soir. Et on a un indice C, D2UC sur DT. On a indice C D2UC sur DT. Donc on a mou bien. Donc on a UC plus LC. C la dérivée de UC sur Dt plus. Donc on a dit M Lobel C C D 2 UC sur DT. Facteur R plus R moins K. Qu'est-ce que ça va 0? فوالا دونك شنو هو الشرط باش نحصلو على واحد لو سيركوي ال سي اللي ما كيضيعش لينا لينيرجي شنو هو الشرط شنو هو لا كونديسيون واخا هتقولوا لي يا استاذ لو سيركوي اه ال سي ليكواسيون ديالو كيفاش كتكتب ها هي كيفاش كتكتب يعني هنا خصنا نخليو هادي وهادي هادي ها هي لا ديريفي هي هادي المهم ها هي هادي راه هي هادي, هادي

كتساوي لنا اغ بلس اغ فغادي نحصلوا على واحد ال... واحد الصيانه ديال التذبذبات و يولي عندنا بحال بحال الشكل ديال سيركوي ايديال يعني هنا خص يكون هنا هاد هاد القاعده هاد هاد السؤال كيطرح في الامتحان كيقول لك شنو هو لا كونديسيون باش هاد لو سيركوي هذا يدير لنا لونتروتيان ديال لي زوسيلاسيون صافي دونك ا يساوي لنا ار بلس ار فوالا دونك انا شنو نقول لهم بور pour... كومبونسي باش نعوضو كومبونسي لي بيرت ضياع لي بيرت دينيرجي بار افي جول انا كضيع لنا الطاقه هنا بمفعول جول نسيت ما قلتهاش لكم علاش باش نعرفو بمفعول جول لان يعني لقينا هذاك لا ديغيفير هنايا ار فوا اي كاري دونك هنايا لينيرجي لقيناها في ار فوا اي كاري هنايا كاين عندنا لي فيت جول

هادشي اللي كاين في لو سيركوي ار ال سي اللي حضر معايا لو لايف اللي فات وهذا كنكونوا متاكدين راه هادشي اللي كاين بقات واحد الحاجه بسيطه عندو زادغيا ونساليو واحد الحاجه راه كنحاول نوجد لكم انا هاد لي ريزومي هكا باش ما نضيعش لكم الوقت لو لايف كاين اللي يدير كاين يشرح هادشي في ساعتين ونص ولا ثلاث سوايع ولا يقول لكم لايف ماراطوني هو راه كيكتب كي ويجمع معاكم ويضحك معاكم ولا يكتب هادشي بشويه يدير لي خمسه دقائق انا كنحاول داك الوقت نضيعوا قبل ما نجي عندكم باش 40 دقيقه 50 دقيقه ساعه يعني نضيكم هي كلشي يكون عندكم فوالا غادي نجيو دابا نشوفوا الانواع ديال لي ال... تيب دو, دو كاين ثلاثه راكم عارفينهم كنظن ما عندكمش فيهم مشكل ولكن ماشي مشكل نعاودوا نشرحوهم ونضحوهم. كاين عندنا لو ريجيم بيريوديك لو ريجيم بيريوديك لا ريزيستانس كتساوي زيرو وهذا لو ريجيم بيريوديك هو اللي كاين عندنا في لو سيركوي ال سي يعني هنايا كيكون عندنا لي زوسيلاسيون دايرين بحال هاد الشكل يعني في التمرين نتوما غير شو غير شوفوا لي زوسيلاسيون ديال بحال هكا عرفوا بان عندكم ريجيم بيريوديك على حين كيسولوكم كاين اللي كيقول لكم هو هذا لو تيب ديال لي زوسيلاسيون يعني لا ريزيستانس هنا نيكليجابل نيل ما كايناش واحد الملاحظه ما كاينش شي سيركوي ولا شي عنصر كهربائي عنده لا ريزيستانس كتساوي زيرو راه غير حنا كندرسو فيزيكمون كنيجليجيو ديك لا ريزيستانس نجيو لو ريجيم بسودو بيريوديك شبه دوري هذا النظام الدوري هذا شبه دوري يعني كيشبه ليه ما ماشي 100% دونك كيكون بحال هاد الشكل تقريبا دونك بسودو بيريوديك راه شفناه قبيله بلاتي نشوف ديك الوثقه فين ها هو هذا هو لو ريجيم بسودو بيريوديك كيمتى كيكون هذا لا كونديسيون الا كانت عندنا لا ريزيستونس فابل يعني لا ريزيستونس كتكون ضعيفه وهنا لو ريجيم ا بيريوديك كيكون بحال هذا الشكل هذا لو ريجيم ا بيريوديك كتكون لا ريزيستونس تري غون يعني الا كانت لا ريزيستونس كبيره كنحصلوا على واحد لو ريجيم ا بيريوديك وهذا الشيء اللي كاين في هذا هذا الدرس هذا ديال لي زوسيلاسيون نتمنى نكونوا نكون وضفت قاع هذا الشيء اللي عارفه قدرت انني نشرحه لكم بواحد الطريقه ميسره تقريبا لو ريجيم ديال هذا الدرس هذا تبارك الله راه طويل هادشي كامل هذا هو لو ريزومي ديالو غادي نحاول ما امكن انني نصيفط لكم هادشي نحطو لكم في ستوري اللي بغا يراجعو وغادي نحطو لكم بيان سيغ في في لي جروب واتساب اللي داخل الجروب اللي مازال ما دخل الجروب واتساب راه راه را اللي في ستوري دخلوا ليه باش تستافدوا من هاد لي ريزومي هادو يكذب عليكم شي واحد لا يقول لك ندير لك ريجيمي ديال لوسيلا ديال ار ال سي في صفحه صفحه وحده راه الا ما هزيتيش ستيلو هي كان غير كنشرح وشوف شحال ديال الوقت دار ليا راه الا ما هزيتيش ستيلو وبديتي كتنوطي وكتخنبج وكتغلط وكتصحح راه ما غاديش تفهم الدرس هذا لان فيه اللي فيه الماط بزاف فيه لي ديغيفي فيه يعني بزاف ديال الحوايج خاصكم تعاودوهم بحال هنا هاد لا ديريفي هادي خاصكم تعاودوها جوج مرات ثلاثه باش تضبطوها شتي ملي كتضبط الدرس راه ملي كتشي الامتحان راه كلشي كيجيك ساهل داكشي علاش بعض الناس كيقولوا الاستاذ راني كنتلف راه كنتخلع في الامتحان هذا السؤال ما عمري شفتو راه حيت ما كتكونش ضابط الدرس مزيان ملي كتكون ضابطو راه ما كتلقاش مشكل أه كي هذا الشرح مزيان فهمتوا دابا الدرس قولوا إيه لي ما كرهتش عطوني الراي ديالكم في لي كومونتير اي واحد هنا حاضر معنا يقول لي إيه في لي كومونتير واش امور هي هذيك باش نعرفوني فين غاديين واش واش هادشي هو هذاك ولا لا اذا بالنسبه لواحد الملاحظه بالنسبه للدرس ديال اغ ال سي راح غادي تل... نحط لكم واحد لا سيغي استيروات أه موجودين كاين في المكتبه أه بالنسبه ل... بالنسبه لاغ ال سي غادي نح... نحاول ما امكن انني نحط لكم غادي نحط واحد لا سيغي دي زيكزرسيس فيها شي سته ولا سبعه تمارين ناضيين زوينين سيروا خدموهم فين غتلقاوهم دخلوا للجروب واتساب اللي كاين في ستوري غير يعمر داك الجروب غادي نبارطاجيو معكم نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا آه شنو هو الدرس اللي جاكم صعيب غير نسولكم بزاف ديال التلاميذ دخلوا دابا الميكانيك شنو الدرس اللي جاكم صعيب كاع جا في هذا الباك هذا عطوني كاع كل واحد منكم يقول لي اش من درس جاكم صعيب الا صعيب لا الدرجه غادي نحاول نوضحو لكم نبسطو لكم يلا قولوا لي اش من درس جاكم صعيب في الباك باش نهنيكم منه ولا غادي ندير لكم اصلا واحد السونداج ونشوفوا اش من درس جاكم صعيب غير قولوا لي دابا بسرعه باش ناخذ واحد الفكره عامه يلا اي واحد داخل يقول لنا أش من درس جا صعيب في الباك ولا اللي 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 كان اللي ما حضرش معنا اللايف وكيتسنى يتسجل وكيتفرج الفيديو الفيديو كيتفرج هذا اللايف هذا معطل يقول لي في لي كومونتير لي في لي كومونتير اش من درس جاكم صعيب فهاد السنه هذه لا في الشيمي ولا في الميكانيك ولا في النيكليير يلا كل واحد يقول لنا شنو اللي جا صعيب هما زي ما قلتوا لي والو نبدا معنا في الميكانيك واخا ان شاء الله نكملوا بعدا ديال ونحاولوا ندوزوا ان شاء الله سويفي سويفي طومبوريل اه سويفي طومبوريل راه مهم بزاف بحكم انا شي منقصلكم شي دروس سويفي خصكم درسوا لي كاملين لا بالنسبه لابريسيون سويفي بار بريسيون لا ولا بالنسبه للدوزاج ولا بلو ولا بالبي اش ولا بالكونديكتيفيتي يعني هادو كلهم خصكم تدرسوهم ما تمشيوش الامتحان اه وما الميكانيك واخا الميكانيك المشكل اللي كيوقع لكم في الميكانيك ما اه ما كتضبطوا لي بروجيكسيون كنصحكم انكم ديروا واحد لو غابيل ديال لي بروجيكسيون من الاولين انت دير كوسينوس سينيس لونغ الفا هاد الحوايج خصكم تكونوا كتعرفوهم ضروري تمرين لي شاملين، غادي نتشوفوا لي لقيت شي تمرين شامل فعلا كيكونوا خصوصا بالنسبه لسيونس مات نيفو ديال سيونس مات كيكونوا فيهم ار ال مع ار ال سي ولا ار سي مع ار ال سي المهم نشوفوا شي تمرين لقيتو ان شاء الله ونخدموا معكم علاش لا اذا هذا الشيء اللي, اللي كاين في هذا اللايف هذا كنظن الامور راه واضحه أه اللي بغى هذا لي ريجيمي سو فورم يعني دي زيماج مقادين مزيانين مرتبين واللي بغا واحد لا سيغي زي دي زيكزارس لي نيفو ديالها زوين صراحة أه حاولو دخلو لجروب واتساب اللي حاط ليكم في ستوري غير عمر داك الجروب غادي نبارطاج معاكم الدرس ديال ار سي و ار RL ال و ار ال سي بلي ريزومي ديالهم بلي زيكزارسيس ديالهم من انجازي شخصيا هادوك الفيديوهات بيان سيغ اذا باش ما نطول عليكم تقريبا هادشي اللي كاين في هاد لو لايف موعد ديالنا في لايفات اخرى و مع السلامة وبالتالي غادي نحاول نشوفو بيان سيغ الميكانيك مراد هاد مور هاد لي لايف ان شاء الله